السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عندنا سلسلة من الأسماء، مثلا أسماء الموظفين اللي عايزين نرفدهم أو أسماء الطلبة أو فعايزين نعمل ليست نحط فيها المعلومات ديت. فأنا هاجي هنا هلاقي ميك ليست، نقدر نعمل ليست مثلا نسميها اسم جديد ليست مثلا، تمام، لكل الكائنات ولا للكائن ده بس، يعني نقدر نستخدمها مع كائن آخر فأقول له أه خليها لكل الكائنات. فجاب لي قائمة هنا هي دي اللي هيتكتب فيها الأسماء. طيب عايزين نبدأ نضيف، خلينا نقول له نعمل ايفنت الأول أهوت، أنا عايزينكم كلكم متخافوش يعني محدش يزعل. طيب هقول له إن أنا عايز أضيف مثلا اسم أحمد للقائمة، تمام، ونضيف مثلا اسم تاني مثلا علي، ونضيف مينا، ونضيف سليم، تمام. طيب خلينا نشغل ونشوف ايه المشكلة اللي هتحصل ونشوف ازاي هنحلها. هو دلوقتي ضاف للقايمة، فانا عايز اخد اي حاجة تقول الاسامي، فاقول له سي، ارجع للفاريابل واقول له ايه احنا عايزينها للليست ديت. طيب اشغل، بدأ يقول لي الاسامي. خلي بالك السنج دي احنا كنا مكتوبه في الاول فهو لقطها، اقول له تاني هتلاقي ضاف دول كلهم. يبقى انا لازم الغي كل اللي موجودين في الليسته ونبدأ من على نضيف. يبقى انا كل ما هبدأ هيلغي القايمه اللي فاتت ويبدأ ياخد المعلومات تاني ويحطها، تمام. تقدر تزود شرطه في اخر بعد حرف دي بحيث ان انت تفصل بينهم. طيب ممكن نلغي مثلا اهوت هنا، مثلا هاجي اقول له الليست دي الغي رقم واحد فيها، ممكن تلغي رقم اتنين، ممكن تلغي رقم تلاتة زي ما انت عايز. طيب خلينا نقول له ايه شغل، لغى اول واحد في القائمة يعني رقم واحد راح لغيه، تمام. كل ما هتشغل هيعمل ايه، هيجي في اول حاجة يلغيهم كلهم، بعد كده يبدأ يكتب احمد وعلي ومينا وسليم، وبعد كده يلغي رقم واحد، ممكن تقول له يلغي رقم ثلاثة مثلا. شغال، هنشوف رقم ثلاثة مين وهيبدأ يلغيه من القائمة. طيب ممكن تقول له أنا عايز مثلا أعمل insert لمثلا عمرو، تمام، في رقم واحد رقم اتنين زي ما انت عايز. طيب خلينا نحط ديت ونلغي الديليت ونشغل، هيحط لي عمرو رقم واحد. ممكن تقول له ريبليس، يعني انا عايز ابدل رقم اتنين بقيمة مثلا خليه مثلا زيدان بالشكل دوت. ممكن تقول له بقى انا عايز شو ليست او هايد ليست زي ما انت عايز وهكذا. ممكن تقول له لينس اوف ليست، خلينا نقول له سي، هيقول لك الطول للسلسلة دي كام، خمسة. فيبقى مفيد لما أحب أتعامل مع قاعدة بيانات أو مجموعة من الـ القيم في نفس الوقت.